أهلا بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، وأول فقراتنا الحوارية إن شاء الله مع الناقد الكبير ورئيس أو مدير تحرير جريدة الأهرام المتميز دائما الأستاذ محمود صبري. مساء الخير يا أستاذ محمود. نور الدين. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام. كان يوم حلو امبارح. على مستوى المنتخبات كان يوم أكتر من رائع. هنتكلم أكيد على منتخبنا الأولمبي ومنتخب المنتخب الأول، و بس يعني امبارح جماهير النادي الاهلي كانت قلقانه شويه، قلقانه من الاصابات وقلقانه من، كانت دايما بتتابع يا رب كل اللعيبه ترجع سليمه، والحمد لله طمناهم. برضو رؤيتك للجزئيه ديت يعني نهايه خلاص الاجنده الدوليه ورجوع بقى لعيبه النادي الاهلي لبيتهم واستعدادهم ان شاء الله لمباراه كاس مصر ان شاء الله يوم السبت، وطبعا للاستعداد للمباراه النهائيه امام نادي الزمالك. عايز اقول لحضرتك انه امبارح يعني ادى امل لمستقبل الكره المصريه. حقيقي. يعني يوم بالنسبه لفوز المنتخب في لومي 3-1 وهنا في القاهره 2-0 امام منتخب البرازيل، ادى امل انه في المستقبل ملامحه وضحت. عندنا جيل طالع، جيل مميز، لعيبه بعد فتره يعني نضب فيها المعين لحد ما من بعد تفوق كبير حتى 2010 ثلاث بطولات امم افريقيا، ثم تراجع في المستوى، ده امر طبيعي جدا في الحياه انك عندما تصل في القمه، المهم الا يعني يحصل لك سقوط، المهم صحيح. انك انت تستطيع ان تعود مره اخرى، وهي الكره المصريه بدات تتعافى تدريجيا مع المستويات اللي احنا شايفينها. منتخب مصر كان حسام بدري امبارح عمل مغامره جريئه، ربما المغامره دي كانت احد نقاط الخلافيه اللي كانت في مباراه الذهاب هنا بينه وبين طارق مصطفى، ان هم كل واحد فيهم عمل تشكيل، كل واحد كان عنده وجهه نظر في التشكيل، اتحط المطالبه بمنح الفرصه لبعض الشباب، نتج عن انه اللي حصل بعد التغييرات اللي تمت هناك، في تغييرات اضطراريه، لكن اللي حصل امبارح برضو يؤكد على انه كل اللي تعرض له حسام البدري في الفتره، وانا لم اكن اؤيد على صفحات السوشيال ميديا بهذه الصوره، ان المدرب اي مدرب بيحتاج انه في مباراتين كسب المباراه الاولانيه عنده مباراه ثانيه، بعد المباراه الثانيه يستطيع ان تقيم الموقف بسلبيات. هنتكلم على